اشوف بودي جارد بنت. ايه ده صوتكم عالي ليه ومتجمعين ليه كده؟ الحقنا يا بيبو. في ايه؟ البودي جارد مش عايزين يدخلونا النادي. فين البودي جارد ده؟ انا كله تمام. بحر بيه والنادي زي العسل. الله ينور عليك يا شيك. المهم عملت ايه مع شركه الامن؟ الصراحه لقيت شركه الامن غاليه قوي. يعني ايه؟ يعني هنسيب البوابات من غير حراسه؟ مش كفايه الهزايم اللي نازله تلف على النادي؟ لا ما تقلقش، جبت شركه امن على قد ايدينا. الله ينور عليك يا شيك. انا هخش اخد بقى القهوه بتاعتي في الجاردن بتاع النادي. ماشي، ربنا يستر. يا باشا مش عايزك تقلق خالص، انا جايب 3 صفقات جداد للنادي، انما ايه، صلاح، ميسي، نيمار. مع السلامه. مين انت؟ انا بحري بيه صاحب النادي. مين حد يخش النادي؟ ليه انتوا مين؟ احنا بودي جارد الجداد. نعم. عليكم. عليكم السلام. ده اتحاد الكره؟ انت شبه الكره يا استاذ. هو حضرتك بتتريق عليا؟ لا مش بتريق عليك. طب انا عايز اقدم شكوى في رئيس النادي. اسمه الاستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. في مدرس كره قايل لكم نادي. امال مين اللي هيدربنا؟ انا هدربكم. فتح عينك. رايحين فين؟ احنا اعضاء هنا في النادي، ازاي تمنعنا اصلا؟ مره هو الراجل بتاع النادي ما يتقلد داخلش حد. يا بابي اللي بيحصل ده مهزله. هو ازاي اصلا؟ انتوا المفروض ان الامن ناس كبار، انتوا ازاي صغيرين كده؟ هو اللي قال ما تدخلش حد. يعني هو مش هيدخلونا ولا ايه؟ ممنوع الدخول. ممنوع الدخول؟ يلا بينا هنروح نشتكي لصاحب النادي. يا ابني هو حرام عليك. مين انت عايز تشتغل بقالي في الامن؟ يا عم انا هقدم استقالتي. اوعى استنى عشان جات رساله. استنوا. تم غلق النادي بقرار وزاري. نهار اسود، النادي قفل. خد هنا يخرب بيتك اللي انت عملته ده. انا مش عارف يا بحر بيه، انت اللي حطيت لي ميزانيه قليله. ويا 500 جنيه ميزانيه قليله؟ تهبط بقى ما اشوف مين اللي بيتصل ده كمان. نهار اسود، وزير الشباب. ايوه يا سعاده الوزير، بتقول ايه؟